اول سنه لما كان السينما الفرنكوفونيه يعني او الفرنسيه، بنتعرف على الثقافه الفرنسيه. العلاقه اللي عملها يوسف شاهين مع الثقافه الفرنسيه من خلال افلامه يعني. اول سنه لما كان السينما الفرنكوفونيه يعني او الفرنسيه، بنتعرف على الثقافه الفرنسيه ونتعرف على من خلال السينما يعني، السينما اللي يعني مش بس في فرنسا، في كل الدول اللي تقرا بالفرنسيه وكل الدول اللي ليها علاقه بالثقافه الفرنسيه زي مصر يعني. وطبعا اكبر مثال على كده يعني العلاقه اللي عملها يوسف شاهين مع الثقافه الفرنسيه من خلال افلامه يعني. انا السنه دي مشارك في الدوره الاولى اللي هي شرف المشاركه، عندي سيمينار يوم الثلاث في مركز الابداع الساعه 6 عن فن الممثل، وهتبقى فرصه ان احنا نتكلم عن الممثلين واشاره للممثلين في فرنسا كمان. بتكمل اكتر الفنانين اللي بيحرصوا على حضور فعاليات مهرجان القاهره السينمائي، فكنت مشارك بشكل دائم يعني. شفناك شدت كيت كات، عجبني طبعا فكره ان الاحتفال بفيلم مهم زي كيت كات، واعتقد انها تتكرر مع كل فيلم مهم في تاريخ السينما المصريه، وده تقليد حلو قوي حتى لو فيلمين يعني او ثلاثه في الدوره الواحده يعني. دي حاجه كويسه قوي، وكانت الندوه كانت ناجحه قوي، وانا يعني جدا وكنت سعيد جدا بالندوه، وقد ايه فيلم كيت كات يعني رغم مرور 30 سنه عليه انما موجود لسه جوانا يعني. شفت افلام قصيره في المهرجان، دي بس المشاركه بتاعت المهرجان. انا الحقيقه ما شفتش افلام الرؤيه طويله، شفت افلام قصيره، وكان منها فيلم اسمه الحفره اخراج كريم قاسم انتاجه وعمرو عابد، دول تلامذتي فكان لازم اجي. وشفت في نفس اليوم افلام من افتكر من كوريا واليابان يعني. الحقيقه كميه الافلام القصيره اللي كانت موجوده في المهرجان مبهره، ومحمد حفظي مدير المهرجان قال لي ده احنا جالنا 5000 فيلم قصير، 5000 ده حاجه يعني، واختاروا منهم افتكر 30 حاجه زي كده. ان شاء الله مع محمد ياسين، عوده محمد ياسين المخرج العظيم اللي عمل افراح الاوبا، رجع بعد 5 سنين 6 سنين يعني تقريبا توقف، مسلسل بطوله محمد رمضان ودينا الشربيني بيومي فؤاد واحمد مجدي وحنان يوسف. رمضان يعني رمضان ان شاء الله ان شاء الله. طب لا احنا ما نتكلم او التاليف سالم المؤلف محمد فريد. فرصه سعيده.